أي معارضة في تاريخ مصر لجأت إلى هذا الأسلوب في التعامل مع الدولة ومع الشعب المصري. وخدي بالك النهاردة لو هم بيعرفوا يقروا برضو، لأن دي خطيرة في تداعياتها فيما بعد، إنه كل الناس دلوقتي اللي على لسانهم إنه الناس الأهالي اتفجرت مع الإخوان، بقى في حاجة اسمها إخوان خارجة عن نطاق الأهالي. يعني بقى التوزيع النهاردة إن دول شيء خارج عن المواطنين المصريين. دعينا يعني نصغها بتعبير آخر، مصري وإخواني. الكاتبة الصحفية فريدة الشباشي، شكرا جزيلا لك. نهاية الخامسة، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشرتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا.